السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم اكله تركيه كده على السريع، انا سميتها نص مشكل عشان تقريبا فيها كل جميع انواع الخضار. هي زي شبه صينيه البطاطس بالكفته، بس فيها طبعا جزر وبصل وطماطم وفلفل بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر وتوم. طريقتها بسيطة جدا وطعمها لذيذ جدا جدا جدا، يعني حتى والله احنا اكلنا، يعني بصوا مش قادرة اقول لكم كنا بناكلها. حتى الكفتة بالنسبة لنا ما كانتش مهمة، كان بالنسبة لنا الخضار طعمه احلى بكتير. عندنا هنا بقى الحاجات اللي احنا هنستخدمها، دي بطاطس متقطعة حلقات متوسطة السمك، يعني ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. وعندنا كمان حلقات بصل وكم فص ثوم مقطعينهم كده صغير. Köfte vardı. Ne içinde var anne? Soğandan sarımsak var. Bir de toz biber. Başka soğan, sarımsak, toz biber. Kırmızı toz biber mi? Tamam. Hani kedan hamar bak الحاجات كلها. عندنا هي بتحمر بطاطس. يعني بتديها تحميرة خفيفة ما بتحمرهاش قوي. هتنزل اهو باقي البطاطس. عندنا هنا ده ورق لوري او ورق غار، احنا بنقطعه من الشجر بيبقى طازة. حمرته كده عشان يدي طعم مع البطاطس. وهنا عندنا طماطم قطعناها حلقات، العدد يعني مش مهم، قطعها زي ما انتوا عايزين، بس بتدي طعم حلو. عندنا هنا ده فلفل بابريكا والجزر، وهنا نزلنا بالبصل والثوم، يا دوبك احنا بس بندبلهم. بعد كده هننزل بالفلفل برضو ان هو يدبل، احنا مش بنحمره تحمير ان هو يستوي، لا هو يا دوبك بيدبل. وبعد كده بنطلعه وبنرص الخضار كله فوق بعضه زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، اهو كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده. قلينا كمان الجزر وهنبدأ نحمر الكفتة. بعديه هي ما بتحمرش بمعنى تحمير تحمير، هي بتديها بس لون خفيف كده، لان هي كده كده الصينية كلها هتدخل الفرن وهتاخد لون وهتحمر. عندنا بقى ده الخليط اللي احنا هنسقي بيه الكفتة، عبارة عن صلصة فلفل، انتوا ممكن تستبدلوها بصلصة طماطم اللي هي المعلبة، وزبدة ومية. حطيتهم كده يغلوا مع بعض، وممكن تضيفوا لها اي بهارات انتوا عايزينها، فلفل اسمر، كمون، ملح، لو انتوا ما كنتوش حاطين في الكفتة ملح يعني براحتكم، بس بصراحة بتدي طعم خرافة للأكلة ككل. اخر حاجة بقى هنا هنحمرها الطماطم، هننزل عليها برشة ملح خفيفة ونبدأ نحمرها. وعايزة اقول لكم ان دي بقى احلى ما في الموضوع، لما بتدخل الفرن كده تحت الشواية بتتشوي بتبقى خرافة. وهنا بقى بمناديل المطبخ كده ميلنا الصينية شوية وبنشربها الزيت الزيادة علشان ما تبقاش تقيلة قوي. وعندنا الطماطم بتاعتنا لونها غير كده ودبلت، هنبدأ نحطها على وش الصينية. وبعد كده هنضيف لها الصوص اللي احنا عملناه، طبعا الصوص عبارة عن زبدة ودبس فلفل ومية. ne kadar sürüyor anne fırında? 20 dakika. ممكن تاخد 20 دقيقة لأن يعتبر كل الخضار اتحمر، هتاخد 20 دقيقة بس، والشاي احمر واللي مستويش يكمل سوا، وهنطلعها من الفرن وأوريها لكم تاني إن شاء الله. وهي عندنا شكل الصينية بعد ما طلعت من الفرن، طعمها خيال، لازم إن شاء الله تجربوها وتقولي لي رأيكم. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لاول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم في الله، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ما تنسونيش من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.